بعد من السلطة متجددا حد الملل ببحث مطالبهم علق السجناء إضرابهم، لكن الأمل بتحقيق الوعد يبقى بعيدا عن قناعات المسجونين بحسب شهادات حصل عليها الجديد من داخل السجن. علقنا الإضراب سجن رومي على أمل بوعود النواب الكرام تنفيذ مطالبنا بأسرع وقت ممكن. نزلوا أهلنا دمج في النواب، دمج في الوزراء، وطحم السراي، وهنيك قعدوا مع رئيس الوزراء، أعطاهم تطمينات ووعود إن شاء الله إنه في حل قريب للسجناء، ما إنه ساعة بس شو خليك ورا الكذاب لباب الدار. سجن تبنين نعم، علقنا الإضراب مع السجون الثانية تضامنا مع مبنى باب سجن رومي. ما بدنا غير العفو العام، شو بدنا مطالب؟ كل وعودهم كذب، كل شيء بيقولوا فيه كذب كذب. جتنا اتصالات من لعب المسؤولين انه في ان شاء الله توجه واعاده من السيد حسن نصر الله لنواب الحزب بنمشي مشروع العفو العام، وهذا اللي خلانا نعلق الاغراض بس. وعد مشوب بعلامات استفهام في ظل اوضاع سجون ابسط اعمال الصيانه داخلها ينجزها المساجين انفسهم ومن اموالهم الخاصه. احنا هلا عم بندهن شوي بالسجن من برا الكوريدورات والاجنحه على حسابنا، احنا على حسابنا الخاص. حتى اجى هذيك المره عقيد من مصلحه البناء تبع السجون، اجى بده يمضي الرائد، انتبه على هالنقطه ستنا، اجى بده يمضي الرائد انه هن يصلحوا السجن مشان يقبضوا على السجن ملايين الدولارات. قال لهم الرائد، قال لهم ما بمضي لحدا، هذا السجن اللي صلحوه ستنا، اذا بدي لك حنفيه اذا انكسرت بدي السجين يجيب على حسابه. عنا سجن زحلة أصعب شيء فيه مشكلة الحبوب الروتين اللي الدولة عم بتفوتها مشان التاجر، هي الأنبوبة كلها برا حقها 4-5 آلاف، بيقول 3-4 حبات اليوم ب 10 دولار للسجن، إجمالا العالم على طول خالصة مفاصلة يعني من الحب هذا. فوق بعض من جوا فوق بعض، من يد شيء في كثير بقلب السجن ذاتي كثير كبيرة، ومن يد شيء يعني على جنبنا، وحال كثير كثير قد ما أقول لك هون أكثر، حال كثير تعيسة جدا يعني، يا ريت لو في كاميرا في إعلام يفوت يشوف الوضع عندنا هون في حمامين ل 80 سجن 17 شخص أو 18 أوضة يعني تطلع في 4-4 تقريبا. تبقى المشكلة المخزية إلى اليوم وجود ما يفوق 70% من المساجين موقوفين منذ سنوات بلا محاكمة بين مشتبه فيه وسجناء أتموا عقوبتهم وما زالوا خلف القضبان. يعني مشكلة القضاء في ناس هون 4-5 سنين موقوفين، في ناس أتهميات لهلا ما اجتهم، في يعني واحد سرق موتوسيكل بيحكموا 5 سنين، واحد بيقتل بيحكموا 2 سنين، وصاية ومصاري اللي معه مصاري او واسطة. نحن تبقى مطالبنا باتجاه التصعيد سلميا الاضراب المفتوح للنهاية حتى تتحقق هيدي المطالب، هي العفو العام فقط، العفو العام. اخطاء تضاف الى سجل الحكومة او الحكومات المتعاقبة، بدل الوقوف جديا عند واقع السجون والمساجين تلجأ الى وعود تثقل ميزان العدل والعدالة في لبنان. إن فوز خط جديد.